في الفيديو النهاردة هنعرض أسئلة MCQ Locomotor System regarding جزئيتين مهمين: The types of contractions isometric وisotonic، أسئلة MCQ للتدريب عليهم، والgradation of the contraction الموتور يونت، الdegree of stretch لو تفتكر starling low preload after load زائد الابسوليوت ريفراكتوري بيريود وريلاتيف ريفراكتوري بيريود، وارقام سكيليتال ماسل اكشن بوتنشال سمبل ماسل تويتش والافكت اوف ذا سكند ستيمولس اذا جه اثناء الكونتراكشن او اثناء الريلاكسيشن والسكسسيف ستيمولاشن. هنقرا مع بعض كل جمله ونشوف الاختيار صح او غلط وليه. اول سؤال: compared to isotonic contraction. انا مش عايز الايزوتونيك، انا بقول لك بالمقارنه للايزوتونيك contraction. الايزومتريك contraction، عايز الاختيار الصح. isometric contraction بياخد وقت اطول وانرجي اكبر؟ تقول لي الاجابه لا، الايزومتريك كونتراكشن بياخد وقت اقل من الايزوتونيك اللي بيرفع حاجه، يبقى الاجابه دي غلط. اختيار التاني: leads to stretch series elastic element. اقول لك صح، لان لما بيحصل muscle contraction انا بشد التندون بالتبعية. لو نفتكر مع بعض، ادي الكونتراكتايل element اللي اتكلمنا عليه، وده التندون بتاعنا، وقلت لو الكونتراكتايل element قصر المسافة دي هيطول التندون علشان يعوض المسافة اللي قصرها الكونتراكتايل بارت. ميكانيكال افيشنسي، الكفاءة 25%، اقول لك غلط، لان الايزومتريك حاولت اشيل حاجة ومعرفتش. الورك دان يساوي زيرو، واتفقنا قبل كده في الملخص وفي شرح النظري ان الورك هو فورس تايمز ديستانس. طب اذا كانت المسافة اللي انا اتحركت بيها عشان اشيل الحاجة تساوي صفر، ما اتحركتش، يبقى الميكانيكال افيشنسي زيرو. You can lift the object. اقول لك لا، fail to lift the object. دايما في الايزومتريك كونتراكشن لما يجيبها لك كسؤال نظري، ركز على المسل لينس، قلنا ان هو ثابت، التنشن يزيد، الهيت بيكون اكتر، الانرجي بيكون اقل، خلي بالك، والمدة بتكون اقل، مدة الكونتراكشن، والورك دان يساوي زيرو، والامبورتنس حاجتين: to maintain posture اقف وما اقعش، to face الجرافيتي، والحاجة التانية failure to lift the object. الجملة التانية regarding isotonic contraction، خلي بالك isotonic معناه ان التنشن بيكون ثابت، بيطلب منك الاختيار الصح. it does not involve sliding of actin. اقول له غلط، لا، ده الاكتين بيتزحلق على الميوسين علشان المسل لينس تقصر. characterized by rise of tension. اقول له غلط، لان التنشن ثابت، ايزو ده equal. no work is done. لا، انا شلت الحاجة ورفعتها، ده في work، والورك بيبقى 25% في المية.
قلنا قبل كده في السمري وشرح النظري 75% of الورك بيروحوا في صورة حرارة علشان يبعد الميوسين عن الأكتين ويقلل الفيسكوزيتي. ماسل لينس تقل، أيوة ده الصح، بيحصل شورتنينج of the muscle lens. برضو في الايزوتونيك contraction زي ما قلت في الايزومتريك، خلي بالك من المسل لينس والتنشن، الديوريشن اوف كونتراكشن، الانرجي، الهيت، الورك دان او الميكانيكال افشنسي والامبورتنس. في الجمله الثالثه، ان سكيليتال ماسل انفيرس ريليشن شيب، انا عايز العلاقه العكسيه. فجمعنا علاقات في الجزء بتاع اللوكوموتور النهارده ونشوف مين فيهم العكسي. لود اوبوز كونتراكشن، قصدنا باللود اللي يعاكس الكونتراكشن هو الافتر لود، تمام، والفيلوسيتي اوف كونتراكشن. تقول لي صح، الاجابه دي صح. كل ما يزيد التقل اللي انا مفروض اشيله، سرعه الكونتراكشن بتقل. بدليل في النظر قلنا معلومه مهمه قوي، الفي ماكس او ماكسيمم فيلوسيتي عند زيرو لود، كل ما يبقى اللود خفيف شبه مش موجود اصلا، سرعه الكونتراكشن تكون اعلى. طيب ماسل لينس وقوه الكونتراكشن، اقول لك غلط، العلاقه دايركت بروبورشنال وزن ليميتس ستارلينج لو اللي قال لنا الكلام ده. كل ما يزيد المسل لينس تزيد قوه الكونتراكشن وزن ليميت، يبقى دي غلط، هو عاوز انفيرس. طب المسل تنشن وكالسيوم افيلابيليتي، برضو غلط، كل ما يبقى الكالسيوم متاح اكتر كل ما قوة الكونتراكشن تزيد، كأنك طالع سلم الشرط عمالة تعلى، معناها قوة الكونتراكشن بتزيد. وقلت لك في النظري كأنه ستير كيس، كأنك طالع سلم، وسميناها ستير كيس فينومينان. دايما في الام سي كيو يجيب لك العلاقات او الديفينيشن علشان انت تشوف المقصود بيها ايه في النظر اللي انا ذاكرته. طبعا all of the above غلط، يبقى الاجابه الصح 3A. الجمله الرابعه، skeletal muscle تحافظ على الكونتراكشن بتاعها without fatigue، يا ترى السبب ايه؟ summation of contraction. طب هو summation of contraction قصدنا بيها كلمة اسمها تيتانس، وده العادي اللي بيحصل طول الوقت، ولكن ملوش علاقة بمعنى السؤال. أنا عايز أعرف من غير ما يحصل فتيج، تريبي فينومينا هو هو الستير كيس فينومينا، كل ما يبقى في كالسيوم أكتر قوة الكونتراكشن تزيد. طب ما هو ممكن يحصل فتيج، برضو لا، زيادة استهلاك اللاكتيك أسيد طبعا ده اللي بيعمل الفتيج، وقلناه قبل كده في الشرح أحد أسباب الفتيج هو الأكيوميوليشن أوف اللاكتيك أسيد، بيعمل مسل كرامبس. الإجابة الصح الأخيرة معناها إيه؟ أسينكرونس فايرنج. كلمة سينكرونس معناها تناسق، المسل فايبرز كلها كونتراكتنج في وقت واحد كأنها أوركسترا موسيقية، لكن اللي بيحصل في الطبيعي مش كده. مسل فايبرز كونتراكتنج، والمسل فايبرز الأخرى ريلاكسنج، واللي كان ريلاكس يبقى كونتراكت، واللي كان كونتراكت يرجع ريلاكس. يعني احنا لازم نحافظ على نسبة معينة
من المسل فايبرز شغالة، وده يحافظ على المسل كونتراكشن من غير فتيج. كان هيحصل اجهاد عضلي لو كل الفايبرز كونتراكتنج في وقت واحد. كلمة ايه يعني مفيش سينكروني، مش كلنا كونتراكتنج في وقت واحد. عشان كده اخترت الاجابة الصح 4D. في الجملة الخامسة احنا بنختبر الديفينيشنز اللي انت عارفها. Series of stimuli causes summation of contraction. طبعا اول ما نقول summation نفتكر الرسمة دي، فاكر ده الكونتراكشن العادي، وهنا ادينا استيمولاي كتيرة اثناء الكونتراكشن فحصل فيوزد كونتراكشن. الكونتراكشنز كانت كده لحمت مع بعض في شكل خط، ودي سميناها تيتانس. يبقى الإجابة الصح هي تيتانس. طب بقية الاختيارات، رايجر قلناها ماسل ستيفنس بعد الوفاة نتيجة ان المايوسين بيفضل ماسك في الأكتين فما فيش ديتاتشمنت حصل. التون لا، ده مايلد ماسل كونتراكشن. كونتراكشر يو ار اي، افكرك بيها قلناها في النظري، معناها كونتراكشن من غير ريلاكسيشن in absence of stimuli. وانا في السؤال قلت لك ادينا مجموعة stimuli علشان كده استبعد contracture اللي هو absence of stimulation prolonged contraction without relaxation. الجملة السادسة، الموتور يونت number of neurons innervate الhole muscle. طبعا الإجابة دي غلط، لأن الموتور يونت هو single nerve supply، مجموعة من المسل فايبر، ولكن ليس كل المسل. طب لو أنا عايز الديفينيشن الصح للاختيار إيه، يبقى neuronal pool، وطبعا ده لا، small size motor unit. خلي بالك الموتور يونت قسمناها حسب السايز والانيرفيشن. لو small concerned مهتم بالجراس موفمنت اقول لك لا، كل ما يقل عدد المسل فايبرز في الموتور يونت بيعمل حركه دقيقه اللي هي بريسايز موفمنت زي عضلات العين والهاند. حتى في النظري قلت لك من 3 الى 6 مسل فايبرز، ولكن الجراس موفمنت والحركات العنيفة زي المسلز اوف ذا لج من 120 ل 160. السلو يونتس السلو اوكسيديتيف ار ريكروتد، بتزيد في العدد in large limb muscle. ايوه فاكر لما قلت لك السلو اوكسيديتيف موجوده في الليج ماسلز، نقف كتير وما بنتعبش. علشان ما نتعبش عايزين وحدات اكتر من السلو يونتس تشتغل، فالجمله دي صح. اخر اختيار fast unit is fatigue resistant، اقول لك لا، فاكر لما قلنا fast glycolytic fibers تتعب بسرعة، فده الجملة دي غلط، العكس هو الصح. عشان كده في الموتور يونت ركز على الديفينيشن، الفرق بينه وبين نيورونال بول نركز على السايز والانيرفيشن. الجملة السابعة برضو definition stimulation of additional motor unit. أهم كلمة مكتوبة هو additional، عايزين نشغل motor unit إضافية عشان نزود
قوة الكونتراكشن. طالما قلت إضافية على طول ريكروتمنت. طبعا نيورونال بول مش ده الديفينيشن، جروب اوف نيورونز انيرفيت الهول ماسل. الموتور يونت برضو مش ده الديفينيشن. والتيتانوس لا، التيتانوس ده سكسيسيف استيميوليشن اثناء الكونتراكشن. والتيتانوس بيحصل في العادي، موتور تيتانوس عاوز تزود اكتر يبقى لازم اسمها ريكروتمنت التزايد. عشان كده قلنا السلو يونتس ريكروتد تتزايد فيرست اللارج ليمب ماسل، والفاست يونت بتتزايد في العدد لو اكسرسايز هيفي ويز شورت ديوريشن، رفع اثقال 100 متر ريس مجهود بدني كبير في وقت قليل. الجملة التامنة اختار الإجابة الصح. Strength of contraction direct proportional مع الانيشيال لينس. أقول لك غلط. تقول لي ازاي يا دكتور؟ ده ستارلينج قال كده، لكن ما تقالش تكملة القانون within limits. فاكر ستارلينج قال ايه؟ قال كل ما يزيد اللينس of the muscle تزيد قوة الكونتراكشن ولكن بحدود. لو زاد اللينس وبعد الاكتين قوي عن المايوسين قوة الكونتراكشن هتقل، لان المايوسين مش هيقدر يعمل كروس بريدج سايكلينج معاه. باسيف تنشن سببها كونتراكتايل اليمنت، تقول لا السلبي او الباسيف ده هو الإلاستيك إليمنت، التندون اللي بيتشد بالتبعية. ولكن الكونتراكتايل ده أكتف تنشن، بنكسر ATP بنحتاجه في البندنج والديتاتشمنت. اللي ماكس أو الماكسيمم لينس أفضل طول للعضلة بيحصل عنده أفضل كونتراكشن. فاكر لما رسمنا العلاقة قلنا هنا لينس وهنا المصل تنشن، وقلت لك ان احسن طول اهو عند 2.2 مايكرون. ايوة 2.2 من عشرة مايكرون قصادها افضل تنشن او كونتراكشن، يبقى الجملة دي صح. اخر اختيار when muscle contracts ايزوتونيك، التنشن يتناسب مع الكروس بريدج، اقول لك لا، لان في الايزومتريك كونتراكشن يعتمد اساسا على البري لود على ال ماكس. عشان كده كل ما يزيد النمبر اوف كروس بريدجز التنشن يزيد، مش مع الايزوتونيك لا، مع الايزومتريك كونتراكشن. حبيت اجيب لك الجملة دي علشان تبقى واخد بالك، ايزومتريك يعتمد على بريلود ولكن ايزوتونيك يعتمد على افتر لود، وانا بشيل التقل ده خفيف ولا تقيل معايا. الجملة التاسعة force velocity relationship، سرعة الشورتنينج او الكونتراكشن يتناسب دايركت مع اللود، تقول لي لا الاجابة دي غلط، ده كل ما اللود يزيد او يتقل سرعة الكونتراكشن تقل. isometric contraction، ودي الجملة اللي انا قلت لك عليها يلخبطك، يعتمد على الافتر لود، تقول له لا يعتمد على البري لود. دايما الايزومتريك كونتراكشن يعتمد على الانيشيال لينس. طب الفي ماكس ماكسيمم فيلوسيتي ات زيرو لود صح، ايزوتونيك كونتراكشن يعتمد على بري لود. ملاحظ انا عكسهم،
عشان ألخبطك وأثبت لك الفكرة. لا، الأيزوتونيك يعتمد في الأساس على الأفتر لود وليس بري لود. الجملة العشرة هي أرقام السكيليتال ماسل أكشن بوتنشال. فايرنج ليفل عند نيجاتيف 55. كلنا فاكرين إن إحنا قلنا في الترم الأول إن الفايرنج ليفل ده بتاع النيرف، لكن الفايرنج ليفل أوف سكيليتال ماسل بيكون نيجاتيف 40، فدي غلط. الريستنج ممبرين بوتنشال نيجاتيف 70، غلط. ده الرقم اللي مكتوب ده برضو بتاع النيرف، ولكن الريستنج ممبرين بوتنشال اوف سكيليتال ماسل نيجاتيف 90. الديوريشن 2 ملي سكند، ده برضو غلط لان ده في النيرف، ولكن مدة الاكشن بوتنشال في السكيليتال ماسل من 2 ل 4 ملي سكند. الماجنتيود 130، الإجابة صح. ليه؟ لأن البيك اوف اكشن بوتنشال في السكيليتال عند زائد 40 والريستنج عند نيجاتيف 90، فمن نيجاتيف 90 إلى 0 90 ملي فولت فرق، ومن 0 إلى 40 90 زائد أو نيجاتيف 90 إلى زائد 40 يعمل لي ارتفاع 130 ملي فولت. الجملة الحداشر simple muscle twitch muscle contraction due to successive stimulation. هو أنا بدي stimuli متتابعة ورا بعض؟ تقول لي طبعا الإجابة دي غلط، لأن احنا فاكرين من النظري إن احنا ادينا stimulus واحد وبعد كده بيبقى فيه latent period ما بسجلش حاجة، وبعد كده followed by single contraction ووراه single relaxation، فده one stimulus. بيقل by warming؟ لا، لما نحط warm saline على المصل، على فكرة مدة الكونتراكشن بتاعك بتقل، بس انا بتكلم مش على مدة الكونتراكشن، انا بتكلم على قوة الكونتراكشن. هل يا ترى تقل معانا؟ تقول لي لا، فاكر لما رسمناها قلت لك ده النورمال كونتراكشن وريلاكسيشن. لو جيت من عندي بداية النورمال ده وحطيت ورم سلاين، الارتفاع بيعلى والمدة بتقل، المدة بقت من اول هنا لهنا. طبعا الكيرف الازرق ده النورمال الان، والاحمر ده الدبليو او الورم. طيب وبالنسبة للكولد، لو انا بدأت من نفس النقطة تلاقي القوة تقل والمدة تزيد. اللي انا نقطته ده هو الكولد سالين او كولد سوليوشن. خلي بالك ان الورمينج الكونتراكشن اقوى كامبليتيود انزيماتيك reactions، ده زائد النقطة التانية الورم او الهيت بيقلل الفيسكوزيتي ويبعد الاكتين عن الميوسين، فقوة الكونتراكشن بتكون اعلى. prolonged by fatigue، اقول لك صح، الفاتيج ان المسل كونتراكشن بيضعف فالمدة بتطول، وده شيء طبيعي، amplitude بيقل. طب هل السيمبل تويتش او الكونتراكشن البسيط الواحد يتناسب انفيرسلي مع الانيشيال ماسل لينس؟ تقول لي لا، الاجابة دي غلط، هو دايركت بروبورشنال مع الانيشيال لينس وزن ليميتس زي ما قال ستارلينج لو. عايزك تركز في النظري على فاكتورز affecting simple muscle twitch. الانيشيال لينس ده مهم، التايب اوف ماسل فايبر سلو اوكسيديتيف ولا فاست جلايكوليتيك، الايفكت اوف تمبريتشر وورمينج وكولينج، الرابعه الفاتيج، الخامسه سكسسيف
stimulation. الجملة الـ 12 الـ absolute refractory period، أنا قصدي الـ electric event اللي بيسبق الـ skeletal muscle contraction. يعني أنا بتكلم على absolute refractory period تصاحب associating skeletal muscle action potential. هي تحتل الـ initial half of contraction. أقول لك غلط، ده الـ contraction بيحصل لما الـ absolute refractory period ينتهي. طب الـ absolute refractory occupy ascending limb of depolarization، هتقولي ما هو صح، هقول لك غلط لانه ما كملش وقال and upper one third of repolarization. دايما في الفسيولوجي عندنا لما تحط جملة حتى لو ما قلتش قولي غلط، انت ما كملتش بقية التعريف. occupy lower two third of repolarization، اقول لك لا، لان ده بيمثل الـ relative refractory period مش الـ ERP. occupy الـ latent period صح، لان في الـ latent period الـ skeletal muscle unexcitable لأي stimulus. ده مهم قوي، لسه في delay of conduction of impulse. عشان كده الـ ERP اللي يكافئها او يعني coinciding معاها هو الـ latent period، لسه ما حصلش contraction. فاكر لما قلنا ادي stimulus S وبعد كده فترة latent period مفيش اي ردة فعل ثم contraction followed by relaxation. اهو في الـ latent period دي، الفترة دي الـ LP دي coincide مع مين؟ مع الـ absolute refractory period. الجملة الأخيرة في هذا الفيديو علشان نكون غطينا هذا الجزء، increase tension developed في كل twitch until after several contractions uniform tension is reached. يعني ايه؟ كل شوية الكونتراكشن بيعلى لغاية بعد كذا كونتراكشن متتابع مش هيزيد القوة اكتر من كده. يعني هو ادي الاول خط ده كونتراكشن، التاني العمود عمال يزيد، كونتراكشن عمال بيعلى، تمام؟ لغاية بعد كده الكونتراكشن بالاسود هيثبت. العواميد هتبقى يونيفورم، يعني الجزء اللي فوق ده خلاص حصل توحيد في الكونتراكشنز، كونتراكشنز مش هتزيد عن كده. ده الديفينيشن اوف ايه؟ ستير كيس فينومينا، كاني طالع سلم، ودي قلتها لك قبل كده، من الدرجه الاقل للاعلى كل ما يبقى الكالسيوم اكتر قوه الكونتراكشن تزيد، لغايه لما نوصل الى بلاتو او هضبة هنعرفها مع بعض السنة الجاية معناها ايه، مش هيزيد الكونتراكشن عن كده. طبعا لا يمكن اقول سيمبل ماسل تويتش، لان السيمبل ماسل ده سينجل ستيمولس يديني سينجل كونتراكشن، وهو قايل لي في سؤال الام سي كيو سيفرال كونتراكشن، فده يلغي تماما فكرة التويتش. طب كلونس برضو غلط، فاكر الكلونس ايه هي؟ ادي الكونتراكشن وبعد كده ادي هنا بداية الريلاكسيشن النازلة دي، ادينا استيمولس حصل كونتراكشن وهو نازل ريلاكس، ادينا استيمولس كونتراكشن وهو ريلاكس، وهكذا لغاية لما لقينا ان الريلاكسيشن ما بيكملش. فكلونس معناها ايه؟ ان انا اديت الاستيمولس اثناء الريلاكسيشن. هو ما قالش كده في السؤال،
قال لك several contractions. يبقى هو ما بيتكلمش على كلونس. خلي بالك كلونس ليها معنى تاني عشان ممكن يجي في الام سي كيو. ان كومبليت تيتانوس، تيتانوس غير كامل، او اقول ان كومبليت ريلاكسيشن. طيب ليه ما قلتش تيتانوس؟ لاني التيتانوس ده بيبقى ايه؟ ستيمولاي سكسيسيف اثناء الكونتراكشن. لكن هنا بيقول لك ايه؟ كونتراكشن او التنشن بيزيد تدريجي. لا، التيتانوس ما عندوش زياده تدريجيه. ادي التيتانوس عندنا اهو، الجزء اللي فوق اللي انا كاتبه بالاحمر ده التيتانوس، بيبقى سكسيسيف استيمولاي هنا اثناء الكونتراكشن بتاعنا، وده ما بيزيدش زي السلم زي الستير كيس فينومينا، عشان كده اخترنا ستير كيس. في نهاية هذا الفيديو خلي بالك بالديفينيشن، السيمبل تويتش، التيتانوس، الكلونس، يعني ايه كونتراكشر لما لخبطتك، يعني ايه ستير كيس فينومينا، يعني ايه ريكروتمنت، موتور يونت، نيورونال بول، ستارلينج لو، الحاجات دي مهمة. جدول المقارنة بين الايزومتريك والايزوتونيك، انواع المسل تنشن سواء اكتف كونتراكتايل باسيف اللي هو ستريتش اوف الاستيك اليمنت، ايزومتريك يعتمد على بريلود، ايزوتونيك كونتراكشن يعتمد على افتر لود، ال ماكس عند 2.2 مايكرون، اكتر من كده قوه الكونتراكشن تقل لان احنا ليميتد بعدد معين من الكروس بريدج. خلي بالك بالتيتاني غير التيتانس، تيتاني نتيجة هايبوكالسيميا، تشنج في المصل، مصل كونتراكشن بشكل كبير جدا، مفيش اي ريلاكسيشن بيحصل، وده سببه هايبوكالسيميا. ارقام السكيليتال مصل اكشن بوتنشال مهمة قوي، ريستنج، فايرنج، بيك، امبليتيود، وديوريشن. فاكتورز افكتنج سيمبل مسل تويتش مهمة قوي بنركز عليها.